السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم بشرة شانيل. ولكن كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تنساونيش من لايك والاشتراك فضلا منكم اللي يصلكم الجديد. رباب كويد بطلة مسلسل بنات العساس اللي لقى نجاح كبير ما شاء الله، واللي ادت فيه الدور ديال بنت الممثله دنيا بوتازوت واللي تألقت فيه، وكانت هذه اول تجربه ليها في التمثيل اللي توفقت فيها بشكل كبير. ان شاء الله نشوفوها في ادوار اخرى وتكون متنوعه. خليكم معايا حتى نهايه الفيديو باش تعرفوا عليها اكثر. والسن ديالها 23 سنه وكتدرس القانون ما شاء الله، فكنتمنوا ليها مسيره موفقه. كيف ما غادي تشوفوا معايا اخر اطلالات ليها غزاله ما شاء الله، الله يحفظها. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تنساونيش من لايك والتعاليق الزوينه ديالكم. غادي نخليكم على فيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.